الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسعى لأن نستظل بظل عرش الرحمن من خلال تأمل تلك الصفات الحسان التي أخبرنا بها سيد ولدي عدنان أنها موجبة للاستظلال بظل عرش الكريم. من أشهر تلك الصفات وأظهرها وأعلاها وأبهرها ما نبه عليه صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين من السبع الصفات عند قوله: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ما أشرف هؤلاء السبعة وما أعلى مقامهم. ذكر منهم حبيبنا ونبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام: شاب نشأ في عبادة الله. قال: وشاب نشأ في عبادة الله. ما أعظمها من منزلة وما أجلها من مكانة أن ينشأ العبد منذ نعومة أظفاره على طاعة مولاه، لا يعرف هزلا ولا يعرف لعبا ولا يعرف غفلة عن الله سبحانه وتعالى. عجب ربنا من شاب ليس له صبوة، عجب ربنا من شاب ليس له صبوة. الناس يلعبون ويهزلون ويضحكون وهو مقبل على عبادة الله سبحانه وتعالى، مدرك بذلك حقيقة ما يدركه من كبر سنه. مرحلة الشباب يصعب على كثير من الناس فيها الاستقامة وترك الدنيا ومنازعة الهواء لكثرة الدواعي والشواغل، لأن العبد يتمكن عندئذ من إنفاذ شهوته واتباع غضبه، فهي مرحلة اختبار وامتحان للصادقين من عباد الله. لنا في كل حلقة أنموذج من النماذج الكريمة الطاهرة الباهرة التي ظهرت فيها تلك الصفات وتلك العلامات الموجبة للاستظلال بظل عرش الرحمن. والحكمة من تأمل هذه النماذج واستعراض شيئا من أخبارها أن نسير بسيرها وأن نقتدي بهديها وأن نأخذ لنا من تاريخنا القريب والبعيد ومن حاضرنا أقواما نعتبر بهم ونهتدي بهديهم ونحاول أن نقتدي بهم شيئا فشيئا، ولكي نرى فضل الله تعالى على عباده الأخيار، ولكي نرى هذه الصفات مجسدة في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيعظم بذلك عندنا استشعار خيرية هذه الأمة وأنها خير أمة أخرجت للناس. نموذجنا في هذه الحلقة هو الإمام العالم العابد الصالح الناشي في عبادة ربه جل وعلا، هو أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله سبحانه وتعالى. كان مولده رحمه الله تعالى في سنة 31 بعد 600 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. منذ نشأته وهو يراقب الأنوار الربانية وقلبه رقيق لاستشعار الأحوال النورانية، يحكي عنه والده قال: لما كان ابني، يعني ابنه الإمام يحيى ابن شرف، يحكي عنه والده قال: لما كان ابني ابن 7 سنوات في ليلة 27 من رمضان في نصف الليل قام من النوم ويقول: يا أبي، ما هذا النور؟ ما هذا النور الذي أراه؟ ما هذه الأنوار العظيمة؟ قال: فأخذ يوقظ كل من في البيت، الأول والثاني والثالث والرابع، حتى يقظنا كلنا. قال أبوه: فعلمت أنها ليلة القدر حينما ظهرت لهذا الولد الصغير أنوارها وبركاتها وأسرارها وهو لا زال طفلا يافعا. كان يذكر عنه في سيرته أن الصبيان والأطفال كانوا يكرهونه على اللعب معهم وهو لا يريد أن يلعب، من نعومة أظفاره منذ صغره نشأ في طاعة الله، فكان يهرب منهم ويقبل على قراءة القرآن الكريم ويقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول أحد أشياخ زمانه وهو الشيخ ياسين المراكشي: رأيت هذا الطفل، هذا الولد، هذا الصالح في صغره، الإمام يحيى بن شرف النووي، قال: رأيته وهو صغير ابن 10 سنين بنواء وهو يكره اللعب مع الصبيان، وقد فتح له أبوه دكانا يقعد فيه ليبيع ويشتري ويساعد أبوه على قضاء حوائج الحياة، فكان لا يقبل على البيع والشراء وتصفيف البضائع، بل يقبل على قراءة القرآن وتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى وقراءة أخبار الحق والصدق التي أوحاها الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت إلى معلمه الذي يعلمه القرآن فقلت له: اعتني بهذا الولد وحط نظرك منه
واجعله محل اهتمامك فسيكون من كبار علماء المسلمين. فقال المعلم: أمنجم أنت؟ يعني تعلم في النجوم وتحاول اكتشاف الغيبيات؟ قال: قلت لا، ولكنه شيء أنطقني به ربي سبحانه وتعالى لما رأيت من حال هذا الولد. حتى ختم القرآن الكريم وقد ناهز البلوغ وهو لم يبلغ بعد دون سن البلوغ رضي الله عنه وأرضاه. شاب نشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى، بلغ 19 من السنين، فأخذه أبوه إلى الحج ليحج به بيت الله سبحانه وتعالى، فذهب قال: فأصابت ابني الحمى الشديدة، فلم ترتفع عنه هذه الحمى إلا يوم عرفة، إلا حين وصلنا لعرفة. قال: وطوال الطريق لم يتأوه ولدي من ألم الحمى أبدا، ولم يصح أبدا لصبره وجلده واحتسابه الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. يقول أبوه: فلما أن رجعنا من الحج صب عليه العلم صبا، صار مفتوحا عليه في تلقي العلم والواسع من عند الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله ويعلمكم الله. بعد أن رجع من الحج وضعه والده في المدرسة الرواحية بدمشق، فتلقى العلم أول ما تلقاه على يد شيخه المربي أبي إبراهيم إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ عنه نصيبا واسعا من العلوم ونصيبا واسعا من التقوى والاستقامة والورع وخوف الله سبحانه وتعالى، فأحبه شيخه لما رأى عليه من نهم العلم، حتى صار من نهمه في طلب العلم وحبه للعلم وهو لا زال في مرحلة شبابه في 19 و20 من السنين يحضر في كل يوم 12 درسا، ما لا يقل عن 12 درس بين اللغة العربية والتفسير والحديث والصرف والبلاغة وغير ذلك من العلوم المشرفة المعظمة التي عظمها الله سبحانه وتعالى. كان لا يأكل من فواكه دمشق، في دمشق كثير من الفواكه كان لا يأكل منها، فسئل عن ذلك قال: إن أكثر أموال دمشق وأراضيها من الأوقاف، وإن الأوقاف لا تنظر بنظرها الصحيح ولا تعنى بعنايتها الكاملة التامة ولا تصرف في مصارفها، وقد يتساهل أصحابها في صرفها في غير ما يرضي الله، فأتورع أن لا أكل منها وأن أبقى صابرا على الجوع. حتى كان لا يأكل إلا ما يجرى عليه في المدرسة ولا يأخذ شيئا غير ذلك، وبلغ في شبابه إلى أنه يأكل في اليوم الواحد وجبة واحدة بعد صلاة العشاء، وله من التهني بالشراب كما يحكي عن نفسه شربة واحدة يشربها في وقت السحر، ويصوم لله تعالى في نهاره عليه رضوان الله ورحمته وبركاته. ما أجمل هذه النشأة، ما أعظم هذه النشأة، هي التي أثمرت إماما عظيما ألف وصنف وكتب في أصناف العلوم كتبا تظهر عليها علامة الصدق والإخلاص، كتبا كثيرة أتم منها كثيرا. سل حدث ولا حرج، وسل ما شئت عن بحار علم الإمام النووي الواسعة الكبيرة في مختلف أنواع العلوم، حتى قال من نظر في كتبه أننا لو حسبنا عدد الدفاتر التي كتبها الكراسات مع عدد أيام عمره لكان عليه أن يكتب في كل يوم كراسا، أي 25 ورقة منذ أن ولد إلى يوم أن يموت. بارك الله له في عمره وبارك الله له في أوقاته لما حفظ نشأته ونشأ على طاعة الله سبحانه وتعالى. توفي الإمام النووي رحمه الله تعالى في 76 و600 وعمره لم يجاوز 45 سنة. شاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله لم يجاوز 45، وأثره وبركته وعلمه غطى الدنيا بما فيها، ونحن إلى اليوم نأخذ من ثمار ذلك الجهد العظيم لهذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله. يا من سمعت مثل هذه الأخبار عن هذا الإمام الكريم الطاهر الشريف، احفظ أولادك وصنهم عما يشينهم وعلقهم بكتاب الله سبحانه وتعالى. أيها الشاب، صن نفسك عن كثرة الطعام والشراب والمنام، واستقلل من الشهوات بقدر ما تستطيع، على الله أن يقذف في قلبك الحكمة. شبابنا، كهولنا، شيوخنا، أين نحن من الورع؟ فهؤلاء سلفنا نشأوا على طاعة الله، يتورعون من الشبهات ولا يقربونها. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجمعنا
تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.